السلام عليكم، مرحبا بكم على قناة كارلو كيم بو ماروك، القناة اللي تقدم دروس للدفاع عن النفس. واليوم غادي يكون درس جديد لأحد الوضعيات اللي تنشوفو بزاف في الشارع، يعني محاولة ديال الاعتداء. فغادي ناخدو هاد الوضعية ونعطيوها شي حل اللي يكون بسيط بزاف وسهل أي واحد يمكنو يتعلمو. فخليونا نكتشفو هاد الوضعية وهاد التقنية ديال اليوم. لكن قبل ما نبداو، إذا كنتي من الناس الجداد اللي تيزورو القناة، حاول تخلي اشتراك القناة ودير اعجاب ايضا للقناة باش تشجعنا اكثر، وانت ايضا توصل كل جديد. خليونا نشوف. اذا خلينا نكتشفوا التكنيك اليوم. كيما قلت لكم، غادي يكون واحد الوضعية تتكرر بزاف في الشارع، اللي تيطلقوا فيها الناس بزاف، تيتم التعدو عليهم بها. فحاولوا نعطيو شي حلول اللي بسيطين بزاف، اي واحد يمكن له يخدمهم. فخليونا نشوفوا. اذا التكنيك ديال اليوم غادي يكون عنده علاقة بالموس، بالسكين. اذا الاغلبيه ديال الناس تيتكريساو عن طريق السكين. الوضعيه ديال اليوم غتكون كالتالي. السكين، اذا فاون فوا تيجي شي واحد اللي تيكون ناوي انه باغي يكريسيك، باغي يتعدى عليك، فتنسكو غادي مع العائله ديالك ولا مع احد الافراد ولا الاصدقاء ديالك، فتيجي لك مباشره الموت عنده في يديه، تيجي تيوقف عليك هنا. جبت شنو عندك؟ اذا باغي يكريسيك، باغي ياخد شنو عندك؟ شد. اذا هجر، اول حاجه اللي تيكون السلاح الابيض، اول حاجه ولا في اي وضعيه، اول حاجه تخدمها ضد المهاجم او المتعدي هو انك تلعب على الجانب السيكولوجي النفسي، اي انك تحاول تقنعه انه بصح هو الوسيط واللي بغى غادي ياخذه غير ما يأذيكش. اذا يمكن مثلا بعض الطرق انك مثلا تقنعه انه مثلا عندي واحد 200 درهم، واحد 100 درهم، غير ما تأذيش اخويا، عندي واحد 200 درهم هكاها مرحبا. اذا لم تقنعو انه باش ما يأذيكش وباش انه راه كاين الفلوس وهي خذها وهو المسيطر في نفس الوقت، لكن انت تتخطط باش تهرس كل شيء. اذا عاود جد. اذا اول حاجه اخويا هذا ما تأذينيش، عندي واحد 200 درهم هكا اخويا. اذا تتحاول تجبد النظر ديالو وتفقد السيطرة، التركيز ديالو على الموس تيولي عندك في الجيب نتاعك هنا. إذا تيجي أنت تجبد في اللحظة اللي تيهود عينيه مع الجيب نتاعك، أنت تخدم. إذا أول خطوة الرجل اليمنية تترجع الغرفة باش تبعد شوية من الموس. رجع شوية باش نحس. عاود عاود. إذا أخويا عافاك هكا واحد 200 درهم، راه التركيز ديالو تيهبط هنا. تترجع انت مزيان تتخلي بينك وبين الموس واحد فراغ. اذا اليسرية تتمشي لهاد البلاصة ديال اليد هنا، اليمنية هنا، يعني إذا جمعتيهم تيعطيوك هكا مجموعين. اذا بهاد الطريقة هنا تضرب، تمشي طقة وحدة يعني في نفس الوقت، بام ضربة وحدة بام. اذا عاود. اذا عاود خويا عندي واحد 200 درهم، هادي الخطوة الأولى. تاني باش تيجي التركيز ديالو هنا، تستخدم تاني ترجع لهنايا، الوغ الموس تتعب، عاود جوج الموس، إذا عاود، إذا خويا هكا، أو تبغي تجبدلو، التركيز ديالو تيمشي تما، الوغ هنا، تاني تمشي هنا، الخطوة التانية، الرجل اللي رجعتلو تتمشي الروح نتاعو، إذا بها الطريقة، إذا تضربو ضربة حتى تيكون فضل. عاود جيب الموس، إذا نجم، إذا طم، تجيب له التركيز ديالو هنا، ترجع، تمشي هنايا، تضرب هنا، ألوغ نورمالمون خاصو يطيح، ما يزيدش، عندنا هنايا تضربو العصب هنايا، ألوغ النار ديالو، يعني تيفقد لاخر السيطرة ديالو على الجسم ديالو. إذا نعاودو آخر مرة بالاتجاه، إذا هجر، إذا باش تطبقها وتكون يعني هي هذيك 100%، تكون بهاد الطريقة هذي. إذا هجر، عاود، إذا هجر، خويا عافاك عافاك، تمشي له هنايا أو تضرب هنايا، ألوغ هنايا إذا كان باقي شي حاجة، تطبقه هنايا، فتسلم. إذا أنتم بالاتجاه لاخر تاني، إذا هجر، أول خطوة تتحاول
تجيب له النظر ديالو التركيز ديالك، شنو غتعطيه، شنو باغي تعطيه، تقول له عندي التليفون ولا فلوس ولا اللي كان. المهم انت باش تعطيك تفقد داك التركيز ديالو باش تخدم انت مزيان. اذا جاب اذا عفاك هنا ولا هنا ولا في جهتك، راه اون فوا هو تيفقد السيطرة ديالو ولا التركيز ديالو تتبع انت تمشي عليها. اذا هذا كان تكنيك اليوم، تكنيك للكاجو كينبو، الفن المختص في الدفاع عن النفس. فلا يكون تكنيك، خلي اعجاب الفيديو، ايضا قم بالاشتراك للقناة لتتوصل بكل جديد ان شاء الله، والى الحلقة المقبلة.